بقدم لكم نفسي، انا وليد، انا رجل اعمال بس انا بحب الطبخ. وكانت السيجنتشر بتاعتي اللي انا بدات اعمل بيها الاكل كانت اسمها كزبري. خطواته سهله جدا، بنجيب الجمبري، يا ريت يبقى كله تقريبا حجم واحد في الحجم الوسط يعني، بنتبله بملح وفلفل وجنزبيل فريش. في نفس الوقت بنكون مجهزين بطاطس متقطعه كيوبس، بنملحها ملح وفلفل وشويه زيت زيتون، نحطها في الفرن تاخد نص تسويه. وبعدين نبدا نجيب الطاسه بتاعتنا، بنحط فيها شويه زيت صغيرين، اربع فصوص ثوم، بعديها بنضيف عليه العصير الليمون. عصير الليمون بياخد شوية كده البسيطة لغاية ما بيغلي غلوة خفيفة. أول ما يطلع بخارة دي بنحط عليه الجمبري المتبل، بنديله نص تسوية، بنبقى مجهزين صينية اللي احنا حطينا فيها البطاطس، طلعها من الفرن، بنضيف عليها طبقة كاملة من الكزبرة المقطعة. بنجيب الجمبري اللي احنا سويناه نص تسويه، بنفرشه فرشه فوق الكزبره الخضراء، ونضيف بقيه الكزبره المتقطعه على وش الجمبري مغطيه تماما، ونجيب سلايسز من الطماطم، بنحط الكلام ده في الفرن. بس يا ريت نغطي الصينيه بفويل عشان كل الطبخه تبقى مظبوطه بعضها. بعد 20 دقيقه بنشيل الفويل، بس بناخد بقى ايه وش جريلا وبتبقى جاهزه للاكل. ومجهزين قبليها رز الابيض، وبالهنا والشفا.